صباح النور، نهاركم زين الناس الكل. أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم البارح بلاغ نفاد فيه كل الأخبار أو الشائعات اللي تحدثت على إقالة المدرب المنظر الكبير. وقال البلاغ أنه أعضاء الجامعة والجامعة بصفة عامة تجدد ثقتها في المدرب الوطني منظر الكبير، وهكا بنسبة 100% الكبير باش يكون على رأس الإطار الفني للمنتخب الوطني في كان الكاميرون 2022. نذكروا بالقائمة وتحذيرات تبدأ اليوم بالنسبة للمنتخب الوطني. نذكروا بالجزء الأول من القائمة واللي أثار جدل كبير، خاصة بعد استبعاد حارس النادي الإفريقي معز حسن. دونك أربع حراس: البشير بن سعيد، فاروق بن مصطفى، أيمن دحمان وعلي الجمل. بقية الملاعبية: محمد راجل، وجدي كشريدة، حمزة المثلوثي، بلال العيفة، منتصر الطالبي، علي معلول، علي العابدي، محمد أمين بن حميدة، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، غيلان شعلالي، حمزة رفيعة، عصام جبالي، وسيف الدين الجزيري. ومن المنتظر الكشف على بقية الأسماء، وهم 10 أسماء قبل نهار 30 ديسمبر، وهكذا كانت عرفوا على القائمة النهائية اللي بتشارك فيه كان الكاميرون 2022. على ذكر كان ذي مواعيد المقابلات بالنسبة للمنتخب الوطني في الدور الأول، نهار المقابلة الأولى بتكون ضد مالي نهار 12 جانفي انطلاقا من نص نهار بتوقيت تونس. المقابلة الثانية 6 جانفي ضد المنتخب الموريتاني 5 بتوقيت تونس، والماتش الثالث نهار 20 جانفي ضد المنتخب الغامبي. انعقدت البارح الجلسة العامة الانتخابية لهلال شابة بعد تأخيرها أكثر من مرة، ما وصلتش ترشحات، وبالتالي آليا الرئيس يواصل ترأس هلال الشابة المدة جديدة. نحكي على توفيق المكشر بكل تأكيد. في سياق متصل في نفس الموضوع وفي الجلسة هذه، المحامي الأستاذ المنوبي الفرشيشي يتحدث على أنه نادي هلال الشابة سيطلب تعويضات قدرها 10 مليون دينار، 10 مليارات، بعد عقوبة تجميد الفريق الموسم كامل، الموسم اللي تعدى. دونك 10 مليون دينار يطالب بها هلال الشابة للتعويض عن الضرر. صحيفة The Guardian الإنجليزية كشفت على قائمة أحسن 10 لاعبية في العالم لموسم 2021، وبكل تأكيد هي بعيدة على مقاييس البالوندور اللي كانت حاصل عليها ليو ميسي. دونك أفضل 10 لاعبية هما ليفاندوفسكي مهاجم البايرن، أفضل لاعب في العالم لسنة 2021، ويستمر في نفس البلاصة بما أنه الموسم اللي تعدى زاد The Guardian أعطته جائزة أفضل لاعب في العالم. في المرتبة الثانية فما ليو ميسي، ثالث محمد صلاح، كريم بنزيما في المرتبة الرابعة، جورجينو في المرتبة الخامسة، مبابي سادس الترتيب، هالاند في المرتبة السابعة، كريستيانو رونالدو موجود في المرتبة الثامنة، نغولو كانتي في المرتبة التاسعة، وكيفن دي بروين في المرتبة العاشرة. الكرة في أوروبا هم المواعيد اليوم، وعدة مقابلات في البريمير ليج وقع تأجيلها بسبب كوفيد، كما مقابلة ليفربول وليدز يونايتد، كيف زاد مقابلة وولفرهامبتون وواتفورد. المقابلات اللي باش تلعب اليوم: توتنهام كريستال بالاس انطلاقا من الأربعاء نفس توقيت مقابلة مانشستر سيتي مع ليستر، نفس التوقيت زاد نورويتش يلعب مع أرسنال، ويست هام يواجه ساوثهامبتون 6:30، أستون فيلا يواجه تشيلسي، والتسعة متاع الليل آخر مقابلة في برنامج اليوم ضمن الجولة 19 من البريمير ليج، برايتون ضد برنتفورد. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوان نهتش. أنا نهاركم زين.